اسمي إيمان إبراهيم كنو، سورية من حلب. عندي 6 أحفاد أيتام، يعني عمري 70 سنة عم بربي 6 أحفادي أيتام، وبلا أم ولا أب. بدهم لبس، بدهم أكل، بدهم يعني إيش ما بشوفوا بطلبوا مني. أنا بحاجة لكل شيء يعني مشان تربية هالستة. يعني والله أكتر شيء يعني كانوا يشوفوا الجيران يعني يجيبوا مثلا لحمة موز شيء، كانوا يفوتوا يبكوا ويبكوني معهم. لحتى الآن بتذكر ما بتصور، ما بتصور هذيك الأيام. بطلب من أهل الخير، من هالناس الطيبين يعني، إنه يساعدوني في تربية هالأيتام يعني. والله هيك ربي ما ينساهم، ما ينساهم، يجعلوا بميزان أعمالهم يا ربي. رمضان كريم علينا وعليهم وعامة الإسلام.